انا شايف ان احنا ايه يعني في هذه المرحله بما ان الرئيس قال بناء الشخصيه المصريه اذا ان احنا نتعامل مع الثقافه كخدمه مش كسلعه وانها تصل الى ابعد فرد موجود في على ارض مصر تمام فلابد من اتخاذ بعض الاجراءات زي واحنا مش هنخترع العجله لان احنا كنا كده يعني لو احصينا عدد دور السينما لما كان عددنا 18 مليون والنهارده لما بقى عددنا 100 قلت قلت ده نص ده شوف انت ده ضعفت قد ايه وهي تكاد تتلاشى عدد دور المسرح اللي كان وانت 18 مليون واصبح كذا اذا انا النهارده محتاج لقرارات واجراءات يعني لو انا الزمت رئيس كل حي حسب امكانياته ببناء مسرح في كل حي لو انتشر المسرح هيستوعب كمية كبيرة من الشباب اللي تقدر تعبر وتقول ويطلع منها المبدعين دي نمرة واحد نمرة اتنين ان انا ونفس الحكاية ده ينطبق على دور السينما او على الاقل اشجع المستثمر انه يقبل على بناء دور السينما تخيل حضرتك في بيحصل طفرة رهيبة جدا مثلا انا قريب من الشيخ زايد ففي مثلا في وصل الدهشور وشارع جمال عبد الناصر شيء حاجه مزهزهه كافيهات كله كافيهات وكله كافتريات ومفيش دور عرض واحد لمصري لمسرح ولا سينما ولا مكتبه مثلا ودي منطقه ابتدت تستوعب كثير من الشباب دي 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 دي, دي جزئيه على فكره انا لم انتبه الى هذه الكارثه الى الان ده فعلا انا رايح جاي عليه منبهر جدا بحركه العمران والجمال وكانه في منهاتن لكن انا اتفاجئت انه فعلا مفيش كلها لان بقول لك ايه كلها مخاطبه الغريزه الاكل ما حدش دي مش هتبطل طلب الغريزه لكن اذا في دور مهم جدا للاشياء اللي بتخاطب العقل واللي بتخاطب الوجدان الحاجة التانية إن أنا عندي فعلا بنية تحتية موجودة غير مستغلة وهي إحياء دور قصور الثقافة المنتشرة في كل أقليم مصر إزاي يبقى كل قصر ثقافة فيها فاتح دراعاته وفاتح بابه لكل شباب المنطقة ده أنا عنده أهو وإزاي أقدم فيهم الكتاب والشعراء والممثلين والموسيقيين يرجع تاني منارة للمنطقة ويبقى تفريغ دي جزء الحاجة التانية هي فكرة الانتقاء ان انا النهارده لما بيكون عندي قاعده عريضه بيجي دور الاعلام بقى دور الاعلام في الانتقاء ايه اللي انا هنشره ايه اللي انا بنشره يحافظ على القيم الاخلاقيه اللي بتحكم مجتمعنا ما جيش النهارده الاقي بعض برامج التوك شو بتقدم اشياء اكثر اسفاف وابتذال من اسوأ فيلم ممكن يكون بتدعي انه بيقدم ابتذال والفاظ بتتقال فيه وزعيق وحاجات غريبه جدا لازم الاعلام هو المدرسه الحقيقيه النهارده تنتقي ايه وتقدم ايه وايه المهنيه الاعلاميه لان هو طب انا النهارده عملت كل ده وبعدين هسيبه فريسه للسوشيال ميديا اللي فيها لجان الكترونيه تضرب رموز قوانا النعمة سواء كانت السياسية أو الفنية أو إلى آخره وكبالك فلابد أن يكون عندي إعلام حاضن وحريص وانتقي ما يقدمه فدي أنا بتكلم بشكل عام كل جزئية دول في من دي فيها تفاصيل كتير إزاي يتعمل صحيح. ده باختصار وبمطلبة